ورثت حوالي مليار جنيه غير فلوسها من شغلها والفلل والعربيات. تفاصيل ثروة الفنانة إيمي سمير غانم. اهلا بكم في قناتي اخبار النجوم مع ايمي. لسه ما اشتركش يشترك ويحط اللايك والكومنت، اختكم محتاجه دعمكم. حابه اشكركم على دعمكم لقناتي، يا رب يديمكم نعمه في حياتي، وبتمنى منكم مزيد من الدعم. الحضور الراقي المحترم. الفنانه الجميله ايمي سمير غانم ورثت عن ابوها وامها حوالي مليار جنيه، ده غير ثروتها اللي جمعتها من شغلها من عالم الفن، ده طبعا غير العربيات واطقم الماس والمجوهرات. عايشه في فيلا مع جوزها الفنان حسن الرداد بملايين الجنيهات. تفاصيل كتير هتعرفها معايا. ثروة الفنانة إيمي سمير غانم وجوزها حسن الرداد. الفنانة إيمي سمير غانم من أغلى الفنانات وفن الموجودين، فنانات جيلها بتلعب بالفلوس لعب. هي أصلا مولودة ببقها معلقة ذهب، وكفاية إن هي من عائلة فنية مشهورة. هي بنت الفنان الكبير الراحل سمير غانم والفنانة الجميلة الراحلة دلال عبد العزيز. إيمي سمير غانم من صغرها وهي بتحب تعتمد على نفسها. هي بالفعل ما قدمتش أعمال كتير، بس كل أفلامها ومسلسلاتها اللي شاركت فيها كانت على طول بتلعب دور البطولة. دور البطولة يعني أجر عالي، غير المنتجين والمخرجين اللي بيعملوه واللي بيعملوا حساب أبوها وأمها. عشان كل ده، كل عمل بتدخله أجرها فيه بالملايين. ما هو ابن الوز عوام، غير الإعلانات اللي بتعملها إيمي، بتعملها الأكبر البرندات والشركات، والأجر اللي بتاخده منها بالملايين، والبرامج اللي بتظهر فيها. البرامج دي اللي مش بيجيبوا اي فنانين، ده بيجيبوا فنانين كبار وعارفين ميزانيتهم معروفة. الفنانة ايمي سمير غانم بنت سمير غانم ودلال عبد العزيز اللي ثروتهم معدية من زمان، وعمرهم ما حرموا بناتهم من حاجة. لكن ايمي بتحوش من فلوس شغلها وبتحط المليون على المليون لحد ما جمعت ثروة بالملايين من سنها. برغم سنها الصغير بقت بتركب عربيات وبتلبس الماس، غير الفيلا اللي عايشة فيها هي وجوزها الفنان حسن الرداد. اللي الفيلا اللي بالملايين اول ما تدخلها تحس انك داخل قصر مش مجرد فيلا. الفيلا عباره عن دورين وحمام سباحه خارجي، ولا الديكور اللي بيجمع بين روح الشباب والاناقه والكلاسيكيه. برغم من ان مساحتها مش كبيره، الا ان تصميمها مبهر ومليان بالديكور والتحف بالمبالغ وقدرها. واجهه الفيلا من بره ابيض، والليفنج روم مصمم على شكل قلبه، والستاير الوانها هاديه، والكنب ليه مخدات بلون مجهم بألوان مبهجة، وسجادة بالألوان زاهية، غرفة الطعام باللون البني عصرية وهادية، ومن الصالة هتطلع ترابزين خشب يوصلك للدور التاني، أوضة النوم والمطبخ اللي مساحته كبيرة جدا واسعة وفيه كل أغراض المطبخ. الفيلا بملايين وغير ثروتهم اللي برة واللي برضو بالملايين، ده غير العربيات والماس. كل ده كوم وثروتها من أبوها الفنان سمير غانم كوم تاني، اللي قدروا ثروة سمير غانم وقالوا 100 مليون دولار. جه سمير غانم في المرتبة الثالثة بعد الزعيم عادل إمام والفنان محمد رمضان، يعني ثروته تعدت مليار ونص جنيه، وده غير ثروة زوجته الراحلة الفنان دلال عبد العزيز اللي وصل ل 10 مليون دولار، يعني 157 مليون جنيه. كل الفلوس دي بالمناصفة بينها وبين أختها دنيا سمير غانم. ربنا يزيدهم من نعيمه ويخليلهم أولادهم يا فنانين ولاد فنانين، وابن الوز عوام ربنا يديم عليهم الغنى والصحة.